احتفالية كبرى أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني 94 بمشاركة لفيف من الوزراء والمسؤولين والسياسيين والكتاب والإعلاميين. المملكة تنقش سجلا تاريخيا لهذه الملحمة، شواهد ذلك كسر اقتصادها حاجز التريليون دولار، كما تملك المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة، وتبوأت مقعد في مجموعة العشرين وعضو مجلس إدارة منفردة في المؤسسات الدولية المالية الكبرى، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يأتي احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني 94 كرمزا لوحدة الوطن وتاريخه المجيد، وكمناسبة هامة ومميزة تجمع بين طياتها كل مشاعر الحب والتقدير من جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بما حققته على مدار تلك المسيرة الطويلة من إنجازات عظيمة وجهود مقدرة في إطارها الوطني. المملكة السعودية غالية علينا، وحقيقة في بيننا مشروعات متبادلة حتى في مجال المياه، في بيننا تعاون في مجال تحلية المياه، وإن شاء الله دايماً في ازدهار وكلنا سعداء، وتحية وتهنئة لجميع شعب المملكة. تضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية التي تعبر عن الولاء والانتماء وتدل على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار. كل التهاني والتبريكات والتمني بمزيد من الازدهار والتطور للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونحن نشهد هذا التطور في المملكة نعتبره إضافة لنا جميعا. احنا طبعا بتربطنا علاقات تاريخية يعني بيننا وبين الإخوة في المملكة العربية السعودية، فأنا النهاردة كنت حريص أن أنا أجي وأشارك في هذه الاحتفالية ونقول للشعب السعودي كل سنة وهم طيبين. احنا والسعودية لنا خصوصية معينة، وطبعا يمكن العمالة الموجودة في السعودية عمالة مصرية أثبتت وجودها وأثبتت أن هي فعلا عمالة طورت من نفسها كمان في ظل التطور السريع في أنماط العمل. وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني، والذي يرمز إلى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ليصبح هذا اليوم مناسبة ليس فقط للاحتفاء بتاريخ السعودي، ولكن أيضا لتسليط الضوء على العلاقات الأخوية مع كافة الدول الصديقة. علاقات مشتركة وممتدة وأخوية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية تتعدى المجال السياسي لتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أشرف مبارك، النيل للأخبار.